صباح الفل، صباح السعادة، صباح الهنا. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا عارفة إن الطاقة تقيلة اليومين دول، والطاقة مرهقة، ويمكن كمان الأحداث العالمية وطاقة الكون. الطاقة مش سهلة أبدا. لما تسمع الأخبار مش كويسة، لما تسمع كده، فأنت أصلا طبيعي إن هو يأثر على نفسيتك، وكمان بقى بالأخص كده للعلاقات الروحية. لما تستقبل طاقة توأمك أو يجيلك كده تخاطر من الشريك وهي طاقته طبعا صعبة جدا، فأنت تعبان، يعني أنت تعبان. طيب خلينا نشوف النهاردة هنختار مجموعتين بالحجر البني ده. هنخليه ماشي القراءة الأولى، والحجر التاني القراءة الحجر ده. هنعمل ايه؟ هناخد طاقته وطاقتك، وعايزين نشوف بقى أحواله في البعد ايه، مشاعره ايه، نواياه وخطواته، ايه اللي بيحصل في حياته دلوقتي في البعد، وشايف الموضوع ازاي وهو بعيد. هل حصل كارما؟ هل حصل حاجة؟ حياته حلوة وزي الفل وماشية السكينة في الحلاوة، ولا الدنيا بايظة معاه؟ خلينا كده نشوف الأخبار إيه. أنا هعمل إيه؟ أنا دول الميجر أركينا، هناخد منها طاقتك وطاقته، وبعد كده هناخد القراءة بشكل عادي. كويس، يلا بينا نبدأ. بسم الله، أهلا بيكم. المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر البني ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب كده فرحنا ودينا اخبار كويسة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بشرنا ان شاء الله. عايزين ناخد طاقة الشريك الاول. حط شخص كده في بالك، فكر فيه، فكر في صوته، فكر في ملامحه، فكر وهو بيزعقلك. طاقة السن، ناخد كارت كمان، والتمبرنس. والله طاقته إيجابية. طيب طاقتك أنت، طاقتك أنت يا ولد. هاي بريستس إنجستس. طيب طاقة العلاقة بقى من مرة كده. بينكم عجلة الحظ، إمبرور، الهرميت. طيب خلينا ناخد مرة كمان. أيوة تعالى أنت. والله هو بيحاول يتوازن، وعلى فكرة أنتوا بينكم توقيتات إلهية، وبينكم قدر، وبينكم مصير. يعني ايه بينكم مصير وبينكم قدر؟ يعني العلاقه دي علاقه مش لو انا اتكعبلت في شخص ما في الدنيا، لا، دي علاقه مقدر ليها، ومقدر ليها التوقيتات، ومقدر ليها تتكلموا امتى وتبعدوا امتى، مقدر ليها كل حاجه. طاقه الشريك بص يا سيدي، فهي علاقة مهمة. انت بتصد الشريك في الطاقة الحالية، صح؟ انت بتصد الشريك في الطاقة الحالية. خليني كده لحظة احلل الكروت دي. طيب بص بقى، الشريك ده هو يعني واضح ان هو اتكشف له حاجات كتير قوي، في حقائق بقت واضحة، بقى شايفك بشكل واضح، وشايف جوانب شخصيتك بشكل واضح، واكتشف برضو بعض الحقائق عن المحيط اللي حواليه.
يمكن هو كان بيدي قيمة أكبر من قيمة، يعني ما كانتش قيمة الحقيقية اللي هو كان بيتعامل فيها مع الناس اللي حواليه. ويمكن عشان كده هو بيحاول يتوازن، بيحاول الجزء الكويس فيه والجزء اللي مش كويس فيه، بيحاول ان هما يخشوا في بعض. على فكرة الشخص ده صابر برضو على وضع في حياته، صابر على نفسه يبدأ حاجة جديدة. على فكرة هو حصل له الفترة اللي فاتت دوت، هو ارتقى معنويا، ارتقى روحيا، ابتدى يبص للأمور بشكل مختلف. طاقة الصن طاقة عفوية، يمكن يكون هو عنده أولاد برضو، ممكن يكون عنده أولاد أو عنده من زواج سابق أو من زواج حالي. ليه بقول لك كده؟ علشان هو بيحاول يبدأ حياة جديدة، بيحاول يتحرر، بيحاول هو في طاقة ذكورة، سواء اللي انت بتسمع لرجل او ست، هو في طاقة ذكورة، يعني نفسه كده ايه، يبدأ من تاني. طب انت طاقتك ايه؟ انت شكلك مختفي، انت روحانيتك عالية قوي قوي الحقيقة، ما شاء الله، عينك التالتة مفتحة، بتستقبل رسائل، عندك احلام كتير، عندك زي اسمه ايه اللي هو المد البصري ده، انت ممكن تبقى مغمض كده وتشوف احداث، تشوف مثلا اصل الشريك ده بيتخانق مع مراته مثلا، ممكن بتشوف مثلا حاجات. بس انت ايا كان انت شخص روحاني جدا وعينك التالتة مفتحة مفعلة، بتستقبل رسائل بشكل قوي جدا، وبالاخص وانت نايم. كويس، ايه اللي انت عايزه؟ انت عايز العدل، انت حاسس ان انت اتظلمت في العلاقة البيضة دي، وانت نفسك في العدل. انا مش عايز غير العدل. وعلى فكرة العلاقة ديت بما انها علاقة قدرية، هي نقلت صورتك الحقيقية قدام نفسك وقدامه، وانت كمان بينت له معدنه وجوهره الحقيقة قدام نفسه وقدامك. بمعنى ايه؟ بمعنى الحقيقة اتكشفت فعلا، الحقيقة اتكشفت فعلا. طاقة العلاقة، العلاقة بينكو يعني هو بيشوفك شخص حلو قوي، عينك حلوة جدا، يمكن يكون حواجبكوا تقيلة او مرسومة كده بشكل حلو. لو انت ست، انت ست في منتهى الجمال، very sexy very attractive، يمكن ما بتعمليش اي حاجة وبرضو سكسي في نفسك كده، كل الوفرة وكل الخير وكل الخصوبة. لما تطلع في طاقة العلاقة، هي علاقة حلوة قوي على فكرة، و يعني فيها خير، يعني انتوا مع بعض طاقة خير، طاقة رخاء، طاقة وفرة، طاقة رزق. على فكرة الطاقة حلوة قوي. انت بس ممكن يكون عندك يعني العلاقة دي ما وصلتش لحاجة، بقالها فترة طويلة قوي، حصل فيها تأخير، بقتش واثق اصلا في العلاقة ديت او في الرابط دوت، بقيت بتصد طاقته، بتصد طاقته، محتاج توضيح، محتاج جاستيفيكيشن، محتاج انت ليه عملت كده، ليه لما انا كنت بقرب لك انت بعدت، ليه لما كنت بفتح لك كده الحب والعطاء انت ما كنتش موجود. واضح انت مش فاهم حاجة في العلاقة دي، واضح ان انت مش فاهم حاجة في العلاقة ديت. والفترة اللي هو انا مش باين لي طاقة انفصال، بس اللي هو الفترة اللي هو يعني اللي هو فيها دلوقتي بيتفتح له حاجات كتير قوي. طيب انا لسه ما قلتش حاجة،
طيب أحواله في البعد إيه؟ أحواله في البعد إيه؟ ماذا يحدث معه الآن؟ كيف يرى العلاقة؟ كيف يرى العلاقة؟ هل ناوي يعمل حاجة؟ هل ناوي يقرب تاني الجاستس يا جماعة؟ هو بيغير عليك؟ هو هيتجنن عليك؟ سواء الشريك ده على فكرة ست او راجل هي هتتجنن عليك يعني. طب الطرف التالت طلعت بقالي كتير بقول بقالها 10 دقايق ما ظهرتش ليه؟ تاني الصبر اللي هي التوازن، نفس الطاقة بتاعته. على فكرة انت وحشه قوي، ووحشه وحشه ساعات الانس والانبساط والدلع والضحك، وان انتوا كنتوا تقعدوا تكركعوا كده مع بعض. واضح ان انت دمك خفيف على فكرة. هو كان بيحب صحبتك قوي، قلبه وجعه من كتر ما انت يعني ما انت وحشه. بص حاطط ايده على عنده غصة كده في القلب وحاسس بالفقد الرهيب. الله اكبر. التاور فور اوف سورز سكس اوف سورز. في على فكرة طاقة هنا للمنفصلين، والانفصال ده جه بشكل مفاجئ. قعد الشخص ده في السرير، قعد يعيد حساباته ويقول ايه اللي انا هبته ده. طيب احوله ايه في البعد؟ لا البعد طبعا مؤلم جدا بالنسبة له في طاقة التين اوف سورز. هو حاسس ان هو تعبان قوي، متألم قوي، حاسس ان هو بوظ العلاقة معاك، فقدك، فقد الفرصة معاك، خرب الدنيا. وبعد ما خربها ما شاء الله قعد يعيط بقى، يلا نقعد نعيط بقى عشان انا ايه بوظت الدنيا. واضح ان انت حاطط له اختيار، يعني انت مثلا ايه حاطط له اختيار كده، انت مفروض تاخد اليمين ولا الشمال، هتتجوزني ولا هتسيبني، هتختارني ولا تختار الطرف التالت، هتعيش معايا هنا ولا هتفضل مسافر بره. واضح ان في طرف تالت ما بينكم وانت مخيره وواقف له كده بقى واقفه يعني قويه، وعمال تقول له بقى شوف انت هتعمل ايه، شوف انت بقى هتعمل ايه. بس هو على فكره يعني طاقته دلوقتي ان هو متفائل من ناحيتك. جايب التفاؤل ده منين مش عارفين، بس بس هو واضح ان هو متفائل. اوكي. هو كمان حاجة، هو تعب من طاقة التلاعب اللي كان بيلعبها معاك. هو واضح ان هو لعبك كل الالعاب، يعني قال لك هرب منك لما كنت عايز تتكلم، لما كل ما تفتح الموضوع يقول لك انا داخل على لجنه، معلش اقفل دلوقتي، اصلا في الاشاره بقت حمراء فجاه. طيب هنقعد، هنتجوز امتى؟ ده خراش، ده انا سني بتوجع. درس العقل كبر، درس العقل طلع له على 40 مثلا ولا 60. فواضح ان هو تلاعب معاك كتير قوي، وكان بيهرب من الاختيار ده. يعني واضح ان هو كان بيهرب من الاختيار ده، وتلاعبه ده خلاك تفقد الثقة فيه، فدخله في التين اوف سوردز. هو حس ان هو كان متهور، هو نفسه يجي لك على فكرة، ونفسه يعني يشرح لك، ونفسه يطور معاك العلاقة. هو دلوقتي بيحبك موت، يعني فيضانات من المشاعر والحب والانجذاب. وعلى فكرة هو شايفك دلوقتي في طاقة الكوين اوف ووند. الطاقة كوين اوف ووند دي طاقة مش سهلة ابدا، سواء اللي بيسمعني ست او راجل. انت شخصية مستقلة، كاريزمتك عالية قوي، شخص روحاني جدا. ممكن شايفين القطة دي، ممكن تكون انت برضو انت اصلا طاقتك في الهاي بريستس. انت برضو شخص روحاني جدا، بتحب المديتيشن، بتحب تسمع مزيكا هادية، بتستقبل رسائل، وفي نفس الوقت انت شخص واقعي
مستقل، يعني سواء انت ربة منزل شغالة بتحبي يبقى ليكي الميزانية بتاعتك الخاصة، وانت شغال بتعمل في منتهى الجد والاجتهاد ولا الصبر والمثابرة. انت شخص جميل قوي. لو انت بنت ممكن تكوني شعرك بني وبتحبي الشعر الكيرلي. انا بحب الشعر ده جدا اصلا. وفي نفس الوقت انت حد محارب على فكرة، تاني انت واقف له وقفة قوية جدا، وقفة سواء انت معايا او مش معايا انا هعرف اعيش. انت بتوصل له الرسالة دي، وانا عايزة حقي ومش هتنازل عن حقي، ودي اصلا كانت طاقتك. فدي مع الصبابة، يعني دي مع الصبابة. حاسس بكمية الغيرة انك تروح لحد تاني، انك تسيبه، انك تخش في علاقة تانية، انك تبعد، وهو ما شاء الله مش عايز يختار وماسك في الحاجتين، عايزك وعايز اطماعي، عايزك وعايز حياتي، عايزك وعايز جوازي، عايزك وعايز مش عارفة ايه، هو عايز الاتنين. وده اللي مخليك تاخد منه موقف. طب يعني يا جماعة الطمع قل ما جمع، خدناها والله في الكيلوس واحنا صغيرين. بس هو الحمد لله ان الطاقة انتهت. موضوع التوازن او كده، ان هو عايز يوصل معاك لحل سلمي، عايز يوصل معاك لاتفاق، عايز يوصل معاك لحل. طيب حمادة، طب ما هو خلاص عارف ان انت رافض الوضع، طب هو متنح ليه بقى؟ يعني انا بص انا لسه بقول ايه، انا عرفت هو متنح ليه. سكس اوف وند، مشاعره ايه في البعد؟ هل ناوي يصلح الوضع ما بينكم؟ هل ناوي يعني ياخد تاني يا جماعه تاني التين اوف شورتس؟ على فكره البعد ده تعبه قوي، وهو حاسس ان انت انتصرت عليه، هو حاسس مش متاكد. تاني الكوين اوف وند، ايت اوف كابس، ايت اوف بنتكلز، هو مشاعره ايه؟ طبعا الانفصال ده دخله في عزلة، دخله في وحدة، دخله ان هو عايز يعرف هيتصرف معاك ازاي. شايفك شخص انتصرت عليه، وهو لو انت كنت حاسس ان انت في حرب مع الشخص ده فابشر، انت انتصرت على الشخص دوت. وكمان حاجة، انت كمان بتسترجع طاقتك دلوقتي في طاقة الكوين اوف وونز دي، وانت اصلا رحلت من العلاقة. الشخص ده على فكرة بكى عليك لما انت رحلت، ويمكن انت كمان يعني ماشي بألم، يعني ماشي وانت مش مبسوط، ماشي وانت مجبر، ماشي وكان نفسك العلاقة تنجح، ماشي ونفسك ان هو كان يطلع كويس، او يطلع اشجع، او يطلع ارجل، يطلع صاحب قرار، حتى لو كانت ست برضو تبقى صاحبة قرار، تبقى اشجع من الضعف الوهن اللي هي كانت فيه. هو دلوقتي بيحاول يحط لك خطة، يسترجعك بيها. على فكرة انت بالنسبة له هدف، يعني تمشي ما تمشيش مش عارفة ايه، انا اللي هو بيقول لنفسه كده، جاي بس قد منين I don't know، بس يعني هو عايز يرجعك، يعني انت بالنسبة له حق، انت بالنسبة له من ممتلكاته نقدر نقول. طيب كان في ايه اسئلة تاني؟ طيب عايزين نعرف بقى نوايا وخطوات، ناوي يعمل معاك ايه؟ هل ناوي يصلح الوضع ولا هيقعد يعيط كده وخلاص؟ الايس اوف سورد، سانتا مارتي اللي هي الديث، يعني نوايا وخطواته، ناوي يعمل معاك ايه؟ ونفسه في حاجة تنهي الانفصال ده. تاني يا جماعة التو اوف وانز، هو
مش هو مش عارف يختار، هو كروته بتقع عليه. طيب يعني يا روبي هو بيحبني ولا ما بيحبنيش؟ ما انا مش فاهم برضو. هو لا طبعا بيحبك، ونفسه كان العلاقة تستقر معاك، ونفسه العلاقة تستقر، ونفسه لو في بينكم جواز كده نفسه كان يتجوز، او نفسه يبقى الدنيا هادية، نفسه يبقى في مستقبل ما بينكم. بس هو ما شاء الله عليه متنح في فكرة الاختيار. يعني بص حتى في التو اوف وانس هنا، هو في طريق يمين وطريق شمال، واضح ان انت سكتك غير السكه الحاليه بتاعته، اللايف ستايل مختلف. يعني حتى لو انت وافقت تبقى معاه مش هتعرف تعيش، انتوا مش متفقين. انت في ممكن يكون مثلا اختلاف ديني، فانت هتبقى مثلا مسلم الصبح وهتبقى مش مسلم، يعني انت مش فاهم المفروض تعملها ازاي. يعني فاهم ازاي؟ يعني واضح ان في حاجه عكس. يعني حتى في التو اوف سورس هنا، ده طريق وده طريق، يعني دي سكه ودي سكه، هتبقى معايا هنا اهلا وسهلا. لو انت يعني لو اختار السكه الثانيه مفيش نقطه التقاء في المستقبل اصلا. فاهميني ازاي؟ هو دماغه عماله تلف وتيجي وتروح، ما شاء الله بقت يعني بقت لمبه، وبقت يعني 3D. هو على فكرة عايش في قلق وتوتر. هو على فكرة يعني عايش كارما او توتر ما او تعب ما، هو بيحاول يتوازن ويطلع منه، بس وبيحاول يتفائل وبيحاول يقول طب يلا، طب انت عملت ايه على ارض الواقع؟ انا مش شايفة له حاجة، بس هو نفسه ياخد قرار ونفسه ينهي الانفصال ده. هو بيحبك، مش ما اعترضتش، مش ما قلتش حاجة، اوكي بيحبك. بس خلوا بالكم يا جماعه، ما في حب توكسيك، يعني في حب سام. حب سام ده اللي هو انا بحبك جدا وبعشقك جدا وعاملك وحش فيجيلك ايرور، انا بحبك جدا وبعشقك وفي انجذاب ما بيننا وهارموني وكيمستري وحماده، في عمق في المشاعر رهيب. انتوا بينكم اصلا الويل اوف فورتشن، يعني في انجذاب رهيب، اللي هي العلاقات الروحية. العلاقات الروحية ديت بتبقى قوية جدا في المشاعر، بس انا مختارك ومختار الطرف التاني مثلا، طب انا مش موافقة على فكرة، لا ما هتوافق. فيقعد يلعب معاك بقى الالعاب اللي كانت في طاقة الساحر، اللي هو بقى متأكد انها وصلته للتين اوف سوردز ان هو خسرك. ماشي طيب، خطواته ايه على الارض؟ وهو على فكره نفسه يرجعك، بس هو لسه ما غيرش حاجه. هو حاسس ان هو مقيد، انت وحشه جدا، وهو شكله هيستنى شويه، في السيفن اوف بنتكلز والنايت اوف بنتكلز، هو شكله هيستنى شويه. طيب تعالى ناخد بقى نصايح ليك تعمل ايه في الموقف الجميل ده. نصايح للحبيبي اللي بيسمعني، نصايح تعمل ايه في الموقف ده. بص بيقولك stand tall، يعني انت حافظ على كبريائك وحافظ على كرامتك، وانت already واخد الطاقة ديت، انت في طاقة الجوستس، انت اصلا مش واثق فيه ولا واثق في حركاته. فبيقولك بغض النظر الوضع اللي قدامك فيه ايه، اتعامل بكرامتك وكبريائك وارفع راسك لفوق كده، والناس هتعاملك بالاحترام اللي انت تستحقه. يعني احترم نفسك عشان الناس تحترمك، او حتى لو قدامك مش محترم حافظ على برستيجك وكبريائك، وبرضو اللي قدامك هيكبر ان هو يعاملك بنفس الاحترام ده، عشان واضح ان هو كان ايه، كان بيتعامل معك بطفولية شوية. الكارت دوت لمعظم هتحسه قوي، بيقولك ما تبقاش واضح بنسبة 100% ان اللي قدامك شايفك اكنك شفاف كده، لا practice shape shifting، يعني حاول ان انت ما تبينش كل مشاعرك، ما تبينش كل خططك، ما تبينش كل افكارك، خليك غامض، خليك غير ردود افعالك، غير الباترن. لو انت مثلا ليكوا نمط معين في التعامل مع الشخص ده غيره،
لو هو كل يوم الصبح مثلا يبعت لك صباح الخير فانت تقول له صباح النور، لا ما تردش مره، اتاخر في الرد ما تردش، اختفي ايام. يعني هو بيقول لك ما تبقاش واضح قوي، يعني خليك غامض شويه، يعني غير من ردود افعالك. ناخد كارت كمان. العلاقة اللي انت فيها ديت يعني اسمها ايه، بتصحي فيك الجزء الهيلر، ان انت جزء، ان انت عندك مثلا طاقة شفائية، فانت يعني بوقفتك ديت اجبرته مثلا ايه على ان هو يتوازن وان هو يقف لنفسه، ان انت لما رفضت التعامل الغلط اجبرته على الاختيار. فعلاقتك معاه علاقة قدرية، واللي انت فيه دلوقتي هو بيطلع فيك الجزء الهيلينج للبشر. بالمناسبة دي يا جماعة، لو انت فعلا شخص شفائي وعندك طاقات شفائية وعندك وانت حاسس بده، لازم يعني نصيحتي، يعني من وجهة نظر انه لازم تنشر الخير اللي انت فيه ده. يعني انت واضح انت عمرك ما هتوصل للجزء الهيلينج ده او جزء الشفائي دوت غير لما تكون حياتك كانت صعبة، عديت بحاجات كتير قوي، حاجات مؤلمة، فانت اتعلمت الدروس وربنا رزقك الوعي العالي ورزقك انك تعرف الحقيقة وتعرف ربنا عن حق وتعرف ربنا عن صدق وتعرف ربنا عن عمق. حاول تنشر الخبرات ديت بشكل مجتمعي، بشكل ثقافي، بشكل ان انت تنشر المعلومات ديت. يعني تطوع لعمل ما، تطوع لخير ما، اعمل يا سيدي قناة على اليوتيوب وانشر فيها علمك. يعني حاول ما تحتفظش بالعلم ده لنفسك بس، يعني حاول تنشره. يعني احنا في الوقت اللي احنا فيه دوت وطاقة الكون وطاقة الوقت اللي هو الصعب، اللي هو احداث مصرية على الارض، مش هقولك على يعني على كل البشر وعلى الارض نفسها، خليك تبقى جزء من الوعي الجمعي ده. يعني احنا ما شاء الله عايشين في الوعي الجمعي المتخلف، فانت خليك جزء بقى من الوعي الجمعي المستنير. معرفش رسالة كده اكيد، يعني لو حد سمعها هيحسها فيعمل حاجة، بس هو شعور جالي لازم كنت اقوله. طيب نصيحة تانية اخيرة، انت على فكرة شخص مبارك، يعني ربنا رزقك وبيرزقك النعم والبركات، فاحمد ربنا واستقبلها بامتنان، اللي هو الحمد لله يا رب. حتى لو انت تعبان في العلاقة ديت، كان ليها هدف وقدر، ويمكن انك يصحي فيك الجزء العلاجي ده. دلوقتي ده وقت انك تتخلص من كل الطاقات السلبية القديمة، اللي هو كان حطك في انرجي معينة كده، تخلص بقى من الانرجي ديت. انت اوريدي داخل في طاقة الكوين اوف وونز، بس ايه، تخلص منها بشكل نهائي. يا رب تكون كده كانت قراءة موفقة وقراءة خفيفة لطيفة كده. ما تنسوش يا حلوين تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة، وقولوا لي رأيكم في التعليقات انطبقت القراءة ديت ولا ايه الأخبار. اشوفكم في الحلقة اللي جاية، ويلا نروح للمجموعة التانية. خليني بس ايه الم الحاجات دي. اهلا اهلا اصحاب المجموعة التانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا فصحة وسعادة ودلع وانبساط. المجموعة التانية مش قادرة تستنى، استنوا شوية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، إن فتحنا لك فتحا مبينا، يا رب بشرنا واختينا واعطينا اخبار سارة يا رب. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشريك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشريك، طاقة الشريك المجموعة التانية أصحاب الحجر الثاني الجري ده، بسم الله. هيروفنت، الجاستس. طيب ال ايه بقى، طقطق انت طور. مالكو
انت شخص روحاني قوي بجد، شخص روحاني قوي. طب العلاقة ايه بقى بالقدر؟ العلاقة الاولى بقى، العلاقة الاولى الطاقة الاولى برضو تلعلها القدر في ال في 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 طاقة العلاقة. العلاقة دي قوية قوي. الصن مقلوبة. ايه المايك ده مش عارف يظبط، معلش يا جماعة لحظة واحدة اقعد بقى. ماشي اوكي. طيب خلينا ناخد كده العلاقة دي فيها حب جامد جدا، بس واضح ان في حاجة بتنتهي وبتبدأوا مرحلة جديدة، وكل حاجة بتحصل في العلاقة دي هي مقدرة وواضح انها من العلاقات المهمة. خلينا ناخد كده طاقة الشريك، طاقة الشريك كلاريفاي، طاقة الشريك كلاريفاي، طاقة الشريك اللي طلع طيارة ميارة بريبيرز استراتيجيز. على فكرة وعي الشخص ده ابتدى يعلى، ابتدى يعلى ويكبر وينضج، ولو هو كان بيتصرف معاك تصرفات في الماضي غير واعية، اللي هو بيرخم عليك من أجل الرخامة، بيضايقك من أجل المضايقة، بيأذيك من أجل الأذية، دي كلها كانت perception أو عنده كانت ترسبات من 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 علاقات سابقة. أنت ليه، أنت ليه طاقتك كده؟ مالكو مالكو أصحابي حبايبي، مالكو مالكو. طيب بصوا بقى، انت انت برضو شكلك واقف للشخص ده واقفة جامدة جدا، وحصل بينكم انفصال، والانفصال ده كان مفاجئ، يمكن كان مفاجئ ليك، ليك اكتر حاجة، بس الانفصال ده دخلك صحوة، و وبينكم تواصل روحي رهيب، يعني تحس ان في تشانل كده رايحه جايه من غير ما انت تكرر ولا من غير هو ما يكرر حتى. شايفين علامه الانفينيتي؟ تن 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 تن، تواصل بينكم قوي جدا جدا جدا، بس واضح ان انت بعد الانفصال، بالرغم من الانفصال ده كان مؤلم، وحسيت ان انت خسرت وقتك، خسرت مشاعرك، ندمان، حاسس بالمرارة، لكن انت شخص قوي جدا ما شاء الله على طاقتكم. بص انت شخص عامل ازاي، انت واقف له بالسيف وهو واقف بالحرب. هو انتوا كنتوا محاربين قدامى؟ انت اصلا محارب وهو كمان محارب. عايزة اعرف اكتر عن طاقتك. العلاقة دي فيها حب، فيها حب وحب متبادل وحب قوي جدا. طيب تعالوا ناخد العلاقة دي، تعالوا نحط الكروت كده بس نعرف الدنيا فيها ايه، وبعد كده نشوف عشان ما نسبقش الاحداث. ما هي وضع العلاقة الآن؟ شايف العلاقة ازاي؟ اهلا، هو انتوا نورتوا الامبرادور والامبراطورة، الامبراطور والامبراطورة، العند والتحدي والعلاقات الروحية. او ماي جاد، طيب اوه يا
واضح ان العلاقه دي كان فيها مشكله في الاخذ والعطاء، ان الـ كان في مشكله في انت كنت بتدي كتير والشخص ده ما كانش مهتم بالعطاء ده، يعني هو كان حبه بس ما كانش بيديك حاجه بالمثل، فكانت في مشكله في الاخذ والعطاء. ليه بقى؟ علشان الشخص ده واضح ان هو في طاقه الهيروفنت اصلا هو شخص بيحب العادات والتقاليد، زي يعني اللي هو انا برستيجي، انا 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 مكانتي في المجتمع، انا العادات والتقاليد، انا بحب شكل الاسره، انا بحب مش عارفه ايه. فالطاقه اللي هو فيها ديت خلته بني ادم ظالم. ليه بقى؟ علشان هو انت عكست له حقيقته. هل انت حقيقتك اللي انت كنت معاه في العلاقه مع طرف مع الحبيبي اللي بيسمعني؟ الاجابه لا. هو كان طالع في صوره ما مقبوله مجتمعيا، مقبوله في وسط العيله بتاعته، مقبوله بالشكل اللي هو كان متربي عليه، بس حقيقته اللي كان بيظهرها لك اللي هو فيها حب وفيها شغف وفيها دلع وفيها ضحك وفيها وفيها، بس هو ما كانش بيعرف يظهر كده قدام المجتمع. وده طبعا انفصام، يعني ما بحكمش على حد، بس يعني انت طالع مش هقولك انت لابس ماسك، انت طالع في شخصية تانية اصلا، يعني انت طالع بكذا منظر، يعني انت البطلة وانت السنيد وانت، فاهمين اقصد ايه؟ فالوضع اللي هو الوضع الظروف بتاعته كان اصلا فيها ظلم ليك. يعني زي مثلا هو شخص متزوج، هو غالبا مثلا متزوج، لو هو شخص متزوج كان عايز يجبرك على العلاقة الثلاثية دي وانت رفضت، واضح ان انت اكتشفت حاجة حديثا كانت سبب في الانفصال، وكانت مفاجأة ليك. ويمكن مثلا هو قالك انا ناوي انفصل فما بينفصلش، او انا اصلا مش متجوز فلقيته متجوز. واضح ان انت اكتشفت حاجة، بس ايا كان اللي انت اكتشفته ده كان مر عليك قوي، بس كان سبب في صحوتك وسبب ان انت ترجع مكانك تاني. انت اصلا نجمة، انت اصلا نجمة. يعني ايه نجمة؟ يعني انا ليا وضعي في مجتمع، انا كمان، وانت يعني علشان انت هيروفنت فانا حد؟ لا خالص، على فكرة انا كمان ستار، وانا معروفة في مجتمعي، انا نجح في شغلي، انا ليا برستيجي، انا كمان، ده انا اصلا قلت نفسي لما دخلت معاك في العلاقة دي. ليه انا كنت بقولك في الاول واضح ان هو كان بيتعامل معاك باساليب كانت ما كانش واعي ليها؟ يعني مثلا هو سي مثلا هو ده اللي انت بتسمع، مثلا انت بتسمعي الرجل، فالرجل ده كان عنده نمط كده في العلاقات، يخش يعلق مثلا البنت ويديلها الامبريشن ويجيب، ممكن يكون اتشقلب عشان يوصل لك اساسا. فوانس ان انت مثلا دخلتي معاه في العلاقه، اوكي بقى يلا بينا يعني اخد حبه وتاخد حبه، نخرج ونهزر ونخطط لمستقبلنا ونشوف هنعمل ايه ونستقر وكذا، هو ما كانش بقى بيوصل الطرف التاني للمرحله دي، لا هو كان عايز يوقف عند الحب والانبساط وان احنا نخرج ونهزر ونلعب وخلاص. وانت مش كده، انت مش كده. فكان عنده نمط معين، نمط ده واضح ان هو منيل بنيله ومهبب بهباب، ألمك قوي وتعبك قوي، وواضح ان انت اكتشفت حاجه، في سيكريتس هنا، في اعتراف معين، سمعت حاجه، كانت في حاجه اتقالت عليك في السر ووصلتك، ولما وصلتك انت زعلت قوي وندمت وحسيت ان انا هو انا ايه اصلا اللي دخلني في العلاقه ديت، انا اصلا دي ما كانتش مستوايا ولا برستيجي، انا صغرت نفسي قوي. فانت رحت واقف واقفه هنا دخلته هو في صحوه، وعارف ان هو ظلمك، بس برضو معلش هو العلاقة دي كان فيها حب وهو كان بيحبك، وكان فيها يعني الحب متبادل. يعني طيب هو دلوقتي شايف العلاقة ازاي؟ لا هو شايف طبعا ان هو كان في ظلم في الاخذ والعطاء، وهو كان بيحاول يجبرك على علاقة ثلاثية انت مرضتش، احتمال ده لبعض الطاقات فيكو. الحاجه الثانيه هو يعني مفتقدك جدا ونفسه يرجع لك قوي، والرخم في الموضوع ان هو مش مبين لك اصلا، يعني ان هو هيموت عليك وعمال يفتكرك ويحن لك ويشتاق لك، ومشاعر حب نقيه جدا، ويمكن عنده غصه في قلبه اصلا من كتر يعني من كتر ما هو بيفتقدك ومبين لك التناحي.
انا الامبراطور، انا مش فارق معايا، انا تقيل قوي، انا جامد قوي، انا ثابت قوي، انا جامد قوي تاني. وانا مش فارق معايا الانفصال، ولا مش فارق معايا، بس هو فارق معايا. هو على فكرة نفسه ياخد قرار معاك علشان هو حاسس ان انت توأمه، يعني هو نفسه ياخد قرار معاك، وهو يعني عارف ان انت توأمه، ونفسه يعمل معاك العدل ده، ونفسه يبقى فيه تغيير جذري في العلاقة ديت، يعني ياخد قرارات. بس واضح ان القرارات ديت هتخسره حاجة، هتخسره وضع، هتخسره عيلة، هتخسره ورث، هتخسره حاجة، علشان هو عارف ان هو لو عايز يبقى معاك لازم ياخد خطوات جريئة وجذرية، وهو عمال يحسبها ويشوف ياخد الاحمر ولا الاخضر ولا الازرق ولا هو محتار على فكرة. لسه ما قررش يعني هياخد معاك انهي اتجاه. بس هو الحقيقة نفسه ينجح العلاقة دي، نفسه ينجح العلاقة دي. واضح كمان ان الموضوع ده متأثر بفكرة الاطفال، يعني مثلا واضح ان هو كان عنده اطفال مثلا من الزواج السابق، فهو قاعد في حياة تقليدية، هو بائسة اساسا، وهو يعني مش مبسوط، هو قاعد بس في فكرة ان العيال دي ما تتأثرش مثلا بطلاق او كذا. طب هل انت هو عايشين في مجتمع او في اسرة نفسيا سليمة؟ طبعا لا، بس هو عايش وخلاص، عشان ممكن يكون شاف ابوه متعودين على الكابتوب، بس هو مستمرين. يا جماعة انا معرفش ليه في المجتمع العربي احنا كل همنا الناس هتقول ايه. يعني انت معرض ان انت تعيش ايام سودة لمجرد ان الناس ما تتكلمش، ما يولعوا والله. يعني انت تبقى ظالم قدام ربنا وقدام نفسك، وظالم لشخص تاني، بس الناس تتكلم وتقول. انت متخيلين هو بيحسبها ازاي؟ يعني انت بتدي للشخص اللي قدامك الحق ان هو يعلق عليك، مش انت مثلا تقول له انت مالك، لا ده انت مديله الحق اصلا. يعني انت مقتنع اصلا بفكرة القطيع، مقتنع بالكلام اللي بيتقال دوت، ومصدقه وعايش عليه. انتوا متخيلين الوضع؟ بس هو على فكرة انا عايزه استنى كده قبل ما اشوف مشاعره. انا عايزه على فكره بيحبك ونفسه يستثمر في العلاقه معاك. كلاريفاي الدس كده، ليه الدس ديت؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني هل ناوي يغير تغيير جذري؟ كلاريفاي الدس. انت امنيه الحب، وعارف ان انت رحلت على فكره، وعارف ان انت رحلت ونهيت القصه ديت، وانت مش موافق على طاقة الهيروفنت اللي هو فيها، اللي هو بيهببه ده مش مأمور بالنسبة لك. انت شخص واضح تاني الصن. طيب خلينا نشوف كده مشاعره ايه. في البعد، هو حاسس يا ربي. جاستس تاني، وعارف ان هو ظلمك على فكرة، وعارف ان هو ظلمك وعمل كده مع شخص اصلا هو بطبعه مستقل. يعني انا ما بحبش التقيد، ولما تقيد هتقيد بدماغ. عارف فكرة الحصان، لما تبقى عندك حصان كده وايد عمال تحاول تروده، لما الحصان ده يعني يتركب بيتركب بمزاجه. فهو كان عايز يسيطر عليك ويخليك تقبل بوضع انت اصلا، يعني انت مثلا طول عمرك تقول انا ضد العلاقات الثلاثية، هو بقى عايز يجبرك على العلاقة الثلاثية. انت مثلا طول عمرك تقول مثلا انا ضد الجواز التاني، فهو عايزك تبقى زوجة تانية مثلا، او عايزك تبقى زوجة تانية مثلا. فهو عايز يجبرك على حاجة انت طول عمرك مثلا ضدها. مشاعره في البعد ايه؟ شايفك ازاي؟ شايف العلاقة ازاي؟ تاني هو شايف، ممكن اقول لكم حاجة؟ هو شايف نفسه غبي. طب والله انا شايف يا لهوي. بص بقى، هو ليه شايف نفسه غبي؟ تاني 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 تاني.
طيب هو شايفه اول حاجه ان هو ظلمك، وظلم بمراره وبوجع، وظلم يعني اجبرك ان انت مش تمشي، بس انك تمشي وتنهي العلاقه، وانك ما تبصش وراك. يعني انت اصلا ماشي بالم وبوجع، كويس، ماشي بانهيار، ماشي بقرار مفاجئ، ماشي بانفصال مفاجئ، ماشي من غير ما تكون مرتب للموضوع ده. فهو اصلا عمال يقول هو انا ايه اللي خلاني اتهور بالشكل ده، هو انا الموضوع ما كانش يستاهل، على فكره ما كانش يستاهل اوصله للاذى ده، ما كانش يستاهل ان انا اتعبه قوي كده. حتى يا عم لو كنت عايز انفصل او ما كملش او ايا كان، في طريقه، في اسلوب، في ان انا اسيبك باحترام، في ان انا اسيبك باخلاص، اسيبك انك ما يجلكش تروما مثلا من العلاقات ومن الايام ومن الرجاله ومن الستات واللي عايز يتجوز واللي عايز يعني انت ليه اوصل شخص للوجع ده؟ هو شايف ان هو بهدل العلاقه، مرمط العلاقه، ادالها رصاصه في نفخها كده. العلاقه دي منهاره، منفصله، وندمان جدا. يعني انا يعني نعمل العك وبعد كده نندم. هو بقى في مرحله الندم دلوقتي، هو ندمان وزعلان وحاسس ان هو خسرك وخسر الفرصه معاك، ومش عارف الدنيا هتمشي معاك على ايه. هو على فكره مش مستحمل الانفصال ده، وحاسس ان هو شايلك هم مش همك، وشايلك شيله مش شيلتك، ودخلك حرب مش حربك. يعني هو مارس عليك، عارفين يا جماعه كان ابراهيم الفقي، انا بحبه وبحترم الراجل ده جدا، كان مره كان في لقاء كده بيقول انا لو انا دلوقتي اديت لك ليمونه، كويس، عشان تعصرها، الليمونه ديت وانت بتعصرها هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك عصير ليمون، مش هتطلع لك عصير تفاح ولا عصير موز ولا ليه؟ علشان اللي جواها هو ليمون، فطلع لك الليمون. فالعلاقه ديت بينت معدنك ومعدنه، فاللي كان جواه اصلا أذية، تلاعب، جبروت، عند، كبر، غرور، إيجو، ده اللي كان جواه، فكان بيمارسه عليك. هو شكل الحب وشكل العلاقات اللي عاشها، سواء هو شخصيا عاشها كان في علاقة سابقة، أو شاف مثلا أهله أو المحيط اللي حواليه شكل العلاقات كانت إيه، هي شاف اصلا الراجل ما بيهتمش بالست وممكن طلع في دور السيد، ومثلا بيعيش حياته بره، او ان هو ما بيبلش رقها بكلمه حلوه، او ما كانش فيه حب واهتمام، او وانت راجل سوي، انت راجل اصلا هيلينج، يعني انت اصلا في طاقه شخص نجم، فانت ما نفعش معاك الاسلوب ده. بس واضح ان اكتشافك للحقيقه كان صعب وصادم ومؤلم. ربنا يسامحك يا حماده، بجد ربنا يسامحك. طيب خلينا نشوف بقى ايه نواياه وخطواته. ناوي يصلح حاجه، يرجع لك حقك، يديك الحق اللي هو اصلا ما ادهوكش قبل كده. نواياه وخطواته معاك ومع العلاقه ديت، ناوي يعمل ايه؟ ناوي يعمل ايه؟ تعال نحط عينه كده. ناوي يعمل معاك ايه؟ هو حاسس ان هو مقيد، وان انت انضف منه واحلى منه واغنى منه وعندك الوفره، وان انت اعلى منه. يعني هو كان بيعمل كده يمكن علشان هو مش عارف يطولك اساسا. انت تاني؟ سوري يا جماعه، عشان بس الانفعال وحش والله. ماشي، هو واضح ان هو شايفك ان انت بقيت بتدافع عن نفسك. لسه بقول بتدافع عن نفسك، طلعت في طاقه الكوين اوف سول. انت قاطع معاه قطعه طبعا صعبه جدا، وواقف لنفسك. انت بقيت شايفه ان هو قدامك او ضدك، فانت ابتديت تدافع عن نفسك، تدافع عن معتقداتك، تدافع عن مبادئك، بالرغم من الحب والعشق، وان هو كان التين اوف كابس اللي هو يعني شكل الاسره وشكل البيت اللي انت كنت تتمناه، وكنت فاكر ان انت هتبقى في منتهى السعاده معاه.
انت اخترت دلوقتي ان انت تدافع عن نفسك، ولما انت دافعت عن نفسك بينته قد ايه ان هو خسران وعنده فقد. ممكن يكون عنده مشاكل مادية يا جماعة على فكرة، او هو مثلا كان مبين لك ان انا فظيع وجامد ومش عارفة ايه، بس هو مثلا ما يقدرش يفتح بيت تاني اساسا، هو مش عارف هيصرف عليك منين مثلا. يعني هو مثلا كان مش عارف يقول لك، يعني انا مش فاهمة. تاني بصوا سكس اوف سورد، هو عارف ان انت مشيت وان انت رحلت وان انت بتدافع عن نفسك، وحطه في اختيار ما او في وضع ما اللي هو انت لو ما اديتنيش حقي وبرستيجي انا مش هقول لك، مش هسلم عليك، انا مش هبص لك تاني. انت اكنك انت اكنك ما حصلتش في الحياه. قوتك وبرستيجك كده بينته قد ايه هو متكتف وقاعد في وضع هو مش قادر عليه. هل يجي يقول لك كده بما يرضي الله، والله يا حبيبي انا بحبك اصلا، وانا والله انا اسف ان انا عملت فيك كده وانا زعلان وما كنتش اقصد واوا؟ لا استحاله، انا هطلع روحك وهبين ان انا ايجو وان انا جامد وان انا وان انا. يعني مش بس ما ادكش حقك، ده كمان يبقى ظالم. انتوا متخيلين المنظر؟ طب ماشي، يعني هو خطواته ايه؟ برضو هو شكله هينتظر. هو تخيل هو محتاج سفن اوف سورد، لسه عايز يتلاعب تاني. طب معلش بقى عشان انا بخاف من السفن اوف سورد، مع انه السفن اوف سورد اصلا بطاقه حلوه، يعني عارف هم الناس اللي هي استراتيجيك ويعني ليها مثلا حيل وتعرف توصل اللي هي عايزاه، لكن هنا طلع بشكل نيجاتيف ان هو عايز يتلاعب، عايز يتلائم، عايز يعمل حاجه، بس هو عارف ان هو اساليبه الملتويه الرخيصه ديت وصلته للندم وان هو خسرك. هو نفسه في الصلح معاك على فكره، هو نفسه يصالحك، نفسه يستمر في العلاقه دي معاك، ونفسه هو حاسس بالشغف وحاسس ان انت نصه التاني، وعلى فكره عايش ايام صعبه قوي في توتر وقلق وما بتطلعش من باله 24/7، يعني انت ما بتطلعش من باله ونفسه يرجع لك. بس هو هيرجع على ايه؟ يعني انا يا فرحتي ان حماده كلمني. ايوه هيكلمني ويقول لي ايه بقى؟ ايوه هيديني ايه في العلاقه؟ هل هيعرف يديني حقي؟ يا جماعه ما ترجعوش يا جماعه غير لما تعرفوا انتوا راجعين على ايه. ما انت لو رجعت علشان هو وحشك وهو جه يقول لك يا حبيبي يا حبيبي وانت بعيد مشتاق للمسه ايد ومش عارفه ايه ورجعت، ايوه وبعدين بقى شوية وهننفصل تاني عشان الوضع مش هيعجبني ومش هرتاح، وي 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 هفضل بقى انا رايح جاية كده في سيركلز اند سيركلز ولف ودوران وموصلش لأي حاجة في ام العلاقة ديت، ولا ابقى واعي واشوف هل العلاقة دي هتناسبني؟ اهلا وسهلا، مش هتناسبني الله الغني، عندي علاقة واشوف حياتي في حتة تانية. ما انا كده كده عقبال لما اصلا اتشافى واحدة وارجع بني ادم كده طبيعي واقدر افتح قلبي تاني للحب، انا كده كده هاخد وقت. يا جماعه العمر مش بعزقه بجد والله. يعني ايه افضل انا بشوف رسائل الوانه انا لسه منتظره بقالي سنين وهو لسه ما خدش خطوه معايا؟ ما ياخدش على فكره والله، ما ياخد على فكره، ما بالسلامه على فكره، ما تشوف غيره على فكره. انتوا يعني هو الارض خلصت من الرجاله ولا خلصت من الستات؟ ما مش مشكله على فكره، تجربه وخلاص وراحت لحال، علاقه قدريه علاقه قويه مشاعر قويه، بس وصلتني لايه؟ هل ادتني الشكل الحب اللي انا عايزه وشكل العلاقه اللي انا عايزها وشكل الاستقرار اللي انا عايزه، ولا مطلع عين اللي جابه اللي جنبي؟ تعالوا ناخد نصايح ليك كده، تعمل ايه في الموقف الحلو ده، تتصرف ازاي. يا جماعه احنا ربنا بيجعلنا فتنة لبعض عشان نشوف هنتصرف ازاي. تخيل النصيحه بتاعتك تيك اكشن وسيك كونسل، يعني انت اسال الدعم، انت خد راي حد على فكره، يعني خد راي حد مثلا بره العلاقه دي، يكون رجل حكيم كده مش حد كده عبيط، قول له يعني اساله في الوضع 1 2 3 اعمل ايه، واسمع للنصيحه واسمع لصوت حدسك. ان على فكره انت بيجي لك رسائل، انت بيجي لك الارشاد. study yourself، شوف انت عايز ايه اصلا، هو انت ايه هدفك من العلاقات؟
هل العلاقه ديت بتديني هدفي؟ اهلا وسهلا، ما بتدينيش هدفي مع السلامه. هو لسه بقى عايز يتكبر وعايز يتعلم الدرس وعايز يعيش في العادات والتقاليد وعايز يعيش في عالم موازي، وانت بقى رؤى بقى اللي هو الحلو والانبساط او لو لا والله ده انا همشي معاكي في الحلال برضو، هتجوزك بس هتجوزك جواز تاني، بس هتجوزك جواز في السر، وانت مش هيناسبك الكلام ده، فخلاص باي باي حماده. انت اوريدي عايش مشاعر الانفصال، كمل بقى هيلينج. لسه بقول لك ايه، هو انت اوريدي عايش مشاعر الانفصال، هو بيقول لك اكت على الاوبورتيونيتي اللي قدامك دوت واستغلها. يعني انت قدامك فرصه، انت تعبان قوي على فكره. اعمل تمارين اللي اسمها ايه، التجذر، اللي هو انت تبقى ثابت على الارض. اعمل تمارين. انت عندك عدم اتزان في حياتك، حاول يعني تاخد القرارات المناسبه وما يلزم يعني التصحيح الوضع. على فكره الكارت ده طلع برضو للمجموعه الاولى، ان انت برضو اللي بيحصل دوت جزء من الشفاء، وانت طالع اصلا في طاقه النجمه، انت ممكن تكون سبب في شفائك وشفاء الشخص ده، بس it's not your job. على فكره انت مش وظيفتك ان انت تشفيه، او تكون انت اديت له السبب ان هو يتشافى، هو بقى عليه يسلك سلك الشفاء. انت مش لازم تفضل في حياته تتعذب جنبه وهو بيتشافى، انت تتشافى. هو عنده هم في شغله ولا هم في بيته ولا هم في معتقداته، فانت شايل معاه الهم. انا قلت لك من شويه انت شلت شيله مش شلتك، هو حملك الهم اساسا. يا رب تكون قراءة موفقة، يا رب تكون عجبتكم. يا جماعة ما تنسوش اللايك ان شاء الله والاشتراك في القناة، وقولولي رأيكم كده كانت طاقة منطبقة ولا ايه. اشوفكم على خير يا رب، وباي باي.